السلام عليكم الاخوان، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. مرحبا بكم في قناه تامر بابيتو. المهم الخوت، اليوم كما شفتوا المينياتور وشفتوا العنوان ديال الفيديو، نشوفوا خونا الملول شنو كيقول. يعني نشوفوا الفيديو ديالو. انا نورمالمون ما كنتش غندير الفيديو هذا، يعني الدراري المتابعين ديالي هما اللي طلبوا لي بان نهضر في هذا الموضوع هذا، ونهضر ان شاء الله بمصداقيه، نهضر يعني شنو كنعرف والتجربه ديالي، ويعني بلا ما نطيحوا الهضره بلا والو، ولكن نهضروا في المنطق، نهضروا في المنطق، ما نكذبوش على راسنا ولا نكذبوا على الغير. المهم شوفوا الفيديو ديال الملولي ومن بعد نتلاقاو. هاد النزال الاخير ديال ريكو مع طريق، بعض الصفحات كيحطوا التصاور ديالي كيقولك بقى لنا غير الملولي يمشي يجرب حدو، غيفرشخو ريكو يدير له، يقدر الملولي يدير يفعل. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بان اي واحد تيتريني عمرك تحقرو، واي واحد رياضي تيتريني غادي يفهم الدره اللي كنقول. فاش كيطلع شي واحد للرينك ما كتعرفش شنو يقدر يوقع، عنصر مفاجاه ما تعرفش، يقدر يطيح يقدر يطيح. مادام اصلا هزيتو تصويرتي وحطيتوها الا وعارفيني شنو تنسوى، وراكم ما غاديش تطلعوا عليا، بالعكس كتزيدوني الثقه في نفس. شكرا لك، ولا تعطاتني الفرصه اقسم بالله بكل ثقه ندير شي حاجه. ما تشوفش راسك انت، انا راه رياضي كنهضر على راسي، انا متريني، انا عندي قدرات، كل شيء عنده جوج يدين جوج درجين يضرب على راسه والرينك اللي كيحكم، وماشي غير هضره في التطبيق بنادم غادي يبان شنو كيسوى. ونزيدكم واحد الحاجه، ما تبقاوش طيحوا بلاد بلادكم، ايدهم وكبروا بهم، وما تبقاش تشوف الناس انطلاقا منك انت، حيت كل واحد القدرات ديالو، واي رياضي غيفهم الهضره هذه. فاش كتدخل للرينك انا متريني قد براسي، واخا نطيح كاع كا وشنو غادي يوقع، الا كنتي كتخاف من ريك وانا لا، صيفطوا له هاد الستوري هذه. كما شفتوا الخوت بان هشام الملولي كيتحدى ريكو بيروبن، باش زعما كيتحدى قال له يمكن لي نوصل. المهم انتم شفتوا الفيديو، حنا غنديروا واحد التعقيب على هذا الفيديو هذا. اول حاجه اخويا هشام الملولي، انت ما عمرك درتي شي كومبا، داكشي خليه بعدا البادر ولا بن صديق اللي غيقولوا، ولا خبابز. انت ما عمرك درتي شي كومبا، ما عمرك طلعتي للرينج، هذه اول حاجه. انت كدير كومبا غير في الفيديوهات القصيره اللي كدير، هذيك هو الكومبات اللي كدير انت، فيديوهات القصيره، وهذاك الشيء ماشي، هذاك ماشي الواقع، هذاك فيلم، الفيلم بوحدو والواقع بوحدو، لا رياليتي غتصدمك. الا طلعتي للحلبه واحد الحاجه يا اخر، خصك تسول الناس اللي طلعوا للحلبه ويقولوا لك، ماشي غير اجي وطلع للحلبه، ولا غير جن وتحدى ريكو ولا تحدى شي بطل اخر. حنا ما كنقولوش بان ريكو غيجي واحد النهار غيجي شي واحد يطيحو، بحال يطيح تايسون، بحال يطيح بزاف ديال ابطال العالم، يعني بطل ما كيبقاش دائما، كيجي شي واحد يطيحو. ولكن اللي كيطيحو خصو يكون في المستوى، خص تكون يكون يعني كيعرف بعدا اللعب اللي كيلعبو تما. انت خي ملولي شنو عندك؟ انت عندك كاراتي كوكوشينكاي ولا شاتوكان ديال ماتسوياما، ريكو كيلعب كيك بوكسين، الجاب الجاب لاكارد، ماشي هي اصحاب الكاراتي ولا تيكواندو ما عندهمش لاكارد، كيديروش لاكارد، كيك بوكسين كيديروا لاكارد. ما تقدرش يعني كيك بوكسين عندهم كيك لاو كيك، فرونت كيك، ميدل كيك، ديريكت، كروشي، بيركيت، افهاو، ميدل تراب، كنيك، الركبه، طيبو، الجاب الجاب. انت عندك كاراتي، عندك لي كاتات ديال لي بونسي ديالك بوحدهم، يعني انا اول حاجه يعني انت. اما باش تمشي تحدى ريكو يعني بواحد الوزن الثقيل، ما تحدى شي واحد اذا يكون ديك الهولندي اللي خسر مع حتى هذاك، راه نورمالمون راه بطل عالمي، حتى هذاك راه ما عمرو خسر، اول مره خسر مع يعني بالنقاط مع خبابز. تحدى شي واحد في المستوى ديالك يكون كيلعب ديك اللعب اللي كتلعب انت، كوكوشينكاي ولا شاتوكان ولا. اما بالنسبه للكيك بوكسين، خصي واحد يكون كيلعب الكيك بوكسين باش يجي يتحدى ريكو، يكون في المستوى ديال ريكو. حنا المشكل ديال المغاربه علاش كيخسروا، علاش كنخسروا؟ حنا كنسبقوا الهضره قبل، غنحز قيمة كيتفل على بنادم بحال اللي دار بن صديق، تفل على ريكو بضراري خلو غنحز. هادشي ماشي مستوى ديال الرياضه، هادي بلا مستوى ديال الرياضه ريكو ما عمرو، انا ماشي كندافع على ريكو ولا كنشوف الاخلاق ديالو، ما عمرو زبل في شي واحد،
ما عمرو ناض كيدبز مع شي واحد، العكس في اي انترفيو، اي انترفيو دارو مع الصحافه كيبقى يشكر في اللعابه، هذاك راه كيلعب مزيان ويدير هذا، ما كيقولكش انا ندير لك ندير لك، علاش؟ لان الخطه ديالو كيخليها عنده. واحد جمال بن صديق دار واحد الحاجه قبل ما يوقع له هذا الحادث يعني وينسحب من النزال، دار واحد الحاجه خايبه في واحد يعني في واحد الانترفيو، صح، سولوا واحد الصحفي وداك الشيء الخطه، ما خصكش تقول الخطه ديالك للخصم ديالك، قال له انا لعبت على السفل ولعبت على اللياقه البدنيه باش نكمل يعني حتى نلعب حتى السانكيام روند وما يوقع لي والو ما نعياش، ما خصكش تقول هذه الهضره، هذه الهضره خليها عندك، لان الا قلتيها الخصم ديالك هيبقى يضرب لك الحساب، يضرب لك البلان فهمتي، فوقاش يدير معاك لي التربيو، هضر عادي بحال اللي كيدير ليك وكيهضر عادي، هذا يمكن يغلبني، ولكن فوقاش طلع على الحلبة تما كيكون اللعب على الحلبة، الهضره ما تشري خضره، بحال اللي قال بلال الهضره ما تشري خضره، اجي هنا الحلبة عاد بين ليا. دابا راه ريكو سبعة المرات هو بطل ديال الجلوري، حتى واحد ما طيحو، يجي هشام ملولي يطيحو، ماشي كنحقروك ولا شي حاجه، بحال يقول راه كيحقرونا مغاربه ديالنا خوتنا هما اللي كيحقرونا، داكشي اش جاب الجبل يعني بنادم، اش جاب الحوت الفرج، الحوت بوحدو كيعيش في الماء والفرج كيعيش في البر، لا مجال للمقارنه، انت كتلعب واحد اللعب اخر ليكو كيلعب واحد لعب اخر، ما تقدرش تلاقاو، حتى الا تلاقيتو اش غنقول لك، غتكمش وصافي، داكشي اللي غنقول لك، ما كاينش مجال ديال المقارنه، لان فوقاش انت عندك واحد، نقولوا انت دابا ريكو قال لك يلا نلعب انا وياك في الاخر في جلوري، باش غتلعب معاه؟ انت ما عندكش كيك بوكسين، انت عندك الكاراتي، يعني ما عندك لا لا غارد لا اي حاجه، خصك تعرف بان ريكو علاش كيربح، لان عنده اللياقه البدنيه اولا، كيلعب باليدين وبالرجلين، ذكي، عنده بنيه ضخمه، العضلات، واقف طويل، عليها كيربح، خص يجي شي واحد بحالو، شي مغربي ولا اي واحد يكون في المستوى ديالو باش يلعب معاه ويربحو، اما يجي بنادم بحال فروج غتمشي تفضح راسك تما، اصلا هو يمكن يقول لك نعتذر لان ماشي في المستوى ديالو فهمتي، نجي لك من الاخر، مشي تكمش خير من اللولي، حنا ماشي ما كنحقرو حتى واحد، ولكن بنادم يهضر بالمنطق، فوقاش يجي يهضر يهضر بالمنطق، ما بقاش نهضرو باش نديرو البوز، هذه الهضره ديال البوز، شوفوني خالف تعرف، بنادم خصو يجي شويه شويه للواقع، وبزاف ديال الناس هيدا داروا الفيديوهات قالوا لك لا خصنا نشجعوا الملوش، كتقول لا خيما واش كتفلى على راسك ولا كتفلى على المغاربه، المغاربه راه اذكياء باش تجي انت تفلع عليهم، صح تقول لهم يا الملولي غيطلع وغيلعب مع ريكو، منين جبتي هاد؟ لا خصو يفكر شويه، الملولي شنو كيلعب؟ واش شفتو الفيديو ديالو؟ ما عندوش العلاقه بالكيك بوكسين الملولي، واخا يدير ديك الوانتيس ما كيعرف يضرب طف في الصين، ما عنده لا كروشي لا ديريكت نيشان لا لاو كيك لا هادشي، راك شوف انا ترينيت الكيك بوكسين وكنت كندرب هنا في بلجيك، كنت كندرب المويطاي، اللي كيعرفوني غيشوفوني ويخليو لي التعليقات، الضربه ديال كيك بوكسين ولا المويتاي ولا الطاي بوكسين ماشي بحال الضربه ديال الكاراتي، لو كيك كيفاش كيمشي ديريكت كيفاش كتمشي كروشي كلشي لا علاقه، تجي انت تلعب مع واحد السيد محترف بطل سبعة المرات الكينغ ديال الجلوري تغلبو، الا هزيتي معاك الموسم كتغلبو ولا السلاح، هز معاك سلاح فردي وضربو، داكشي هذاك هذيك هي الطريق، هذيك هي يعني الطريقه الوحيده باش تغلب ريكو، انت بعد هذا هو القول ديالي، كاين ناس بزاف الناس ما تعجبهمش الهضره ديالي، ولكن هذا هو الراي ديالي، وكل واحد عنده الراي ديالو وكل واحد حر في الراي ديالو، ولكن بزاف الناس غيمشيو على الراي ديالي لانه منطقي عقلاني، داكشي اللي كاين الخوت، كنتمنى ان شاء الله يكون عجب لكم الفيديو، اللي عجبو الفيديو يدير لايك، اللي ما عجبوش يدير ديزلايك،
وما تنساوش تشجعونا بالبارتاج، وملي ما ابونيش ابوني معنا وفعل الجرس. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.